ونقول صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية وما بقى شيء. ويشرفنا الشهر الفضيل، شهر الله الكريم، شهر رمضان مبارك، ورح يبدأ الصداع، والسبب أكيد هو كمية الكافيين اللي نتناولها خلال اليوم. أول شيء لازم نبدأ نقللها حتى يقل عندنا الصداع في بداية شهر رمضان المبارك. مهم جدا نقلل من استهلاك الكافيين قبل رمضان بأسبوع على الأقل من بداية شهر رمضان المبارك. شلون نقلله؟ ممكن نأخر شرب القهوة اللي أنا وإنتوا نحبها أكيد لإحتوائها على الكثير من الأمور الرائعة للصحة، طبعا لو تم تناولها باعتدال مثل ما ذكرت بالفيديوهات السابقة. نقللها 4 ساعات من بداية يومنا حتى منا الأسبوع إن شاء الله يكون جسمنا تعود على قلة الكافيين، ونبدأ شوية شوية نبتعد عنها تماما. أيضا أكو أمور لازم نعدلها أو نقللها، مثلا الامتناع عن التدخين، يا ريت نبتعد عن التدخين تماما مو فقط نقلله. وكل عام وأنتم بألف خير وشهر رمضان مبارك عليكم.